Computer. Right. Assalamu alaikum. معكم مهندس مهند. ده اليوم الرابع لنا في كورس الأوشا ويبينار من عالم الصحراء. نشكر وجودكم معنا ونتمنى أن يكون يوم ممتاز لنا كلنا من ناحية أن احنا نتعلم حاجات جديدة عن السيفتي. اليوم إن شاء الله في اليوم الرابع هنتعلم بعض الأشياء المتعلقة بالcompressed gases اللي هي الغازات اللي بتكون مضغوطة عندنا في موقع العمل. في الغالب دائما هي بتكون مضغوطة داخل أسطوانات أو cylinders. فالحاجة دي عندها مخاطر كثيرة والتعامل معها لازم يكون تعامل خاص. لازم يكون عندها نظام حق storing خاص. لازم يكون عندها نظام حق handling خاص. ناهيك عن انه مفروض تعمل لها inspection دوريا عساس انها ما تتساب بصورة غير آمنة. كل الأشياء دي إن شاء الله رايحين نتعامل معها وحنشوف فيديو بنهاية البارت دوت يورينا كيف ممكن نتعامل مع الأسطوانات في موقع العمل. وحتى من المعلومات دي احنا يعني حنقدر نتعلم بعض الأمور حقت السيفتي الممكن نتعامل بها في المنزل عندنا، لأنه معظم الناس بيكون عندهم أسطوانة غاز في يعني منزل، فلازم نعرف كيف نتعامل معها حتى في الأوضاع الخطرة، إنه في حال إنه حصلت أي مشكلة كيف إحنا ممكن نتعامل معها. بعد الـ compressed gases حنتكلم عن rigging and slinging. كلمة rigging بتعني عمليات الرفع اللي هي باستخدام الرافعات الأشياء دي كلها بأنواعها، والسلينجينج اللي هي الحبال أو الوسائل اللي احنا بنقوم نستطيع ان احنا نرفع بها الأوزان. طبعا الحاجة دي عندها calculations كثيرة وعندها inspection فعندها standards كثيرة، فيعني احنا حنحاول نتكلم عنها بصورة عامة. حنشوف كيف ممكن احنا نحسب الإجهاد على السلك في حال احنا عايزين نعمل خطة لعملية رفع، وحنشوف أدوات الرفع بتاعتنا ذاتها كيف وكيف نعمل لها inspection ومين هو الشخص اللي أصلاً بيقدر يعمل النوع ده من أنواع الانسبكشن. Finally حنتكلم عن الكرين سيفتي. كلمة الكرين بتعني الرافعة اللي هي زي اللي احنا بنشوفها في عمليات الكونستركشنز أو حتى عندنا في البترول اللي هي الرافعات العملاقة دي اللي بتشيل أوزان كبيرة. بالتأكيد يعني زي ما احنا وريناكم انه السيفتي ده عالم كبير جدا، يعني ممكن انك انت تتخصص في اي جزء منه. ممكن انت تكون انسبكتر بتاع كرينز، ممكن انك انت تكون انسبكتر او ريجينج كونسلتنت، انك انت تكون الشخص اللي بيعمل خطط الريجينج في موقع العمل. والحاجة دي حاجة يعني مقدرة جدا جدا، لانه معظم أنواع العمل بتحتاج إنه يتم رفع أجسام ضخمة أو أوزان عالية من موقع إلى آخر، فلا بد إن إحنا نعمل الحاجة دي بصورة آمنة. Right, let's dive in the course. Compressed gases. تعال نتكلم فقط عن بعض التعريفات لأنواع الغازات اللي بتكون compressed اللي إحنا بنتعامل معها. عندنا pyrophoric gases. البايروفوريك غازز دي غازات بتشتعل spontaneously، يعني لوحدها ما بتحتاج للهب انه يولعها وكل حاجة. فإذا كان spontaneously ignite في درجات حرارة أقل من 130 فهرنهايت، يعني سالب 54 درجة سنتيغريد، فدي الله غازات التعامل معها بيكون خطير جدا. ودي لما يتعامل label في الأسطوانات اللي بتحوي النوع ده من أنواع الغازات بيكون في الليبل مرسوم اللي هو البيكتوغرام بتاع نسبة الاشتعال، بتكون الرقم 4 اللي هو ده أعلى حاجة، ده extremely flammable وحتى بيكون explosive.
اوكي فدي حاجه يعني مهمه و ممكن حتى يعني اذكركم باللي قالت لكم دكتوره ايه في الشق حق الفاير سيفتي اللي هي الامور المتعلقه بالفلاش اوفر اللي هي اذا انت عندك غرفه فيها تهويه جيده وفيها حريق الغرفه دي الوقود بيبدا يشتعل ثاني اكسيد الكربون بيطلع وبيدخل الاكسجين فجميع الوقود داخل الغرفه بيقوم يشتعل اشتعال كامل فمعناته بيعطي درجه الحراره الاعلى فهنا بيصبح بتصل مرحله انه حتى الغازات اللي اصلا طالعه من الحريق نفسها بتصل درجه حقه الاشتعال فبتقوم تشتعل هي نفسها فالحاجه دي اسمها البايروفيليك اوكي فالشيء ده احنا يعني بنخاف منه وبنحط انه ده لازم يكون عنده اعتبارات حق السيفتي خاصه به بعدها حنتكلم عن الكرايوجينيك ليكويدز دي بعض السوائل اللي درجة الغليان بتاعتها أقل من سالب 150 فهرنهايت يعني سالب 110 سنتيغريد تحت ضغط 14.7 PSI فدي أيضا التعامل معها بيكون لابد أن يكون فيه بريكوشنز عالية جدا نفس الشيء بالنسبة للي بيتعاملوا مع التوكسيك جاسز اللي هي الغازات السامة طبعا الغازات السامة أنواع كثير يعني حتى أنتوا بتكونوا سمعتوا عن غاز الـ H2S أكيد أدوكم له في الكلية غاز سام تصنيف هذا الغاز في الـ Health Hazard Rating في صوت أحاول Yes, thank you. تصنيف غاز الـ H2S في الـ في الـ Health Hazard Rating بتلقاه 4 أيضا فده Extremely Toxic. Okay, ففي عندك برضو غازات زي Carbon Monoxide اللي هو أول أكسيد الكربون ده بيكون التصنيف بتاعه 3. فالغازات السامة دي ممكن تكون موجودة في موقع العمل ممكن تكون موجودة داخل سلندرات فالتعامل أيضا معها لازم يكون بصورة آمنة لازم يكون في خطة أصلا موضوعة للتعامل مع هذه الأسطوانات يعني لا تترك هكذا دي يلا حاجة خطيرة جدا جدا يلا نتكلم شوية عن بعض الهازاردز بتاعة الكمبرست غازز عندنا الفيزيكال هازاردز اللي هي إنه الغاز ده بيكون تحت ضغط الأسطوانة نفسها بتكون تحت ضغط ففي الغالب الأسطوانة لما نحصل فيها مشكلة بتكون المشكلة موجودة في أعلى الأسطوانة في منطقة الفالف اللي هو بيقوم يكفل الأسطوانة بيحصل فيه فيل بيحصل فيه دامج أو حتى ممكن حتى ينهار فبيبدأ يحصل عندك إيش إنه الغاز بيطلع لفوق بيدي قوة دافعة لأسفل فالأسطوانة نفسها دائما بتقوم تنزلق بتبدأ تطير كأنها صاروخ موجود داخل المكان اوكي فالحاجه دي برضو التعامل معها يعني بيكون صعب جدا في حال انه حصل فيلير من هذا النوع بتكون خطيره جدا بتبدا يعني تخبط في اي حاجه ممكن حتى تصل مرحله انها تنفجر كامله اوكي فالسلندرات يعني لابد ان احنا نفحص الفالفز الموجوده في السلندرات لابد ان احنا نحفظها بصوره امنه لابد انها تكون مثبته يعني ما فيش سلندر يكون مايل ولا يكون نايم دي حاجه طبعا ممنوعه منع بات جدا في الستاندرز العالميه في النهايه برضو الغاز هو في النهايه كيميكال وزيه زي اي كيميكال ممكن يكون عنده تاثيرات اسيديه تاثيرات كروسيف بتؤدي الى تاكل المعادن ايضا ممكن يكون هي سامه زي ما احنا قلنا هي flammable قابلة للاشتعال في جزء منها explosive وفي جزء منها لو اتخلط مع نوع آخر من الغازات بدي انفجارات أو بدي انبعاثات خطيرة فجميع الأشياء دي كلها بتكون ضمن البروسيس حقت how to store and handle your gas or your compressed gas within your work area فدائما احنا بنقول انه أي
أسطوانات غاز موجودة عندك أو أي غازات موجودة عندك داخل موقع العمل لابد أنها تكون بعيدة تماماً عن مصادر الاشتعال. طبعاً إحنا مصادر الاشتعال اللي إحنا بنقول الناس بتتخيل أنه اللهب فقط، لا، الحكاية مش بس اللهب، مصدر الاشتعال اللازم لرفع درجة حرارة هذا الغاز أنه يصل إلى الاشتعال. فإذا كان الغاز ده ممكن يشتعل إذا كان موجود تحت أشعة الشمس، معناته شنو؟ معناته لازم أبعده من الشمس وديه إلى مكان بارد إلى آخره. فدي كلها أشياء مهمة جداً جداً إنه إحنا نكون عارفينها. بالتأكيد إذا هي غازات سامة، إذا هي غازات تؤدي إلى التآكل، حيكون عندها تأثيرات صحية الهيلث هازردز، فبتأثر على النظام الصحي حق الإنسان كاملاً. إنك أنت لما تبدأ تستنشق الغاز بتجيك مشاكل في الأنف، الفم، الحلق، الرئتين، ممكن يعني تصيب الشخص بسرطان، ممكن يصيب الشخص بحساسية عالية أو مفرطة، دي الله بتأثر في صحة الإنسان حتى على المستوى اللي يعني قصير، خلينا من المستوى اللي بيكون بعيد، اللي هي مسألة الأكيوت and chronic. Acute إحنا بنقول إنه الشخص يتعرض إلى كمية كبيرة من المادة السامة في فترة زمنية قصيرة بيحصل التأثير. التأثير ده إحنا بنقول عليه acute اللي هو الحاد، وعندنا التأثير الآخر اللي هو الكرونيك أو المستفحل، اللي هو دوز بسيط من المادة السامة على فترات زمنية طويلة بيحصل التأثير. زي الشخص اللي بيشرب دخان، انه والله يا اخي التأثير عليه بيكون يعني بعد 10 سنين او يمكن مور، لانه بياخد دوز بسيط منه على فترة زمنية طويلة. فده الفرق ما بين الأكيوت and chronic. اوكي right. بعض الغازات عندها تأثيرات على صحة الانسان، احنا بنقول عليها التيشو هايبوكسيا، إنه النسيج الرئوي حقك ما بيقدر يمتص الأكسجين ويديه للهيموغلوبين اللي موجود جوا الدم. فالإنسان بيكون الأكسجين موجود جوا الرئتين بس الدم ما قادر يتحصل عليه، دي إحنا بنقول عليها التيشو هايبوكسيا. أوكي، واحدة من الغازات اللي عندها الإفكت هو الكربون مونوكسايد، أول أكسيد الكربون. عشان كده أول أكسيد الكربون هو أكثر خطورة من ثاني أكسيد الكربون. Alright. واحدة من الحاجات اللي يحصل منها انبعاثات أول أكسيد الكربون اللي هي عوادم السيارات. يعني أي شخص عنده جراج سيارة حبيت إنك أنت تسخن العربية لازم إنك أنت تفتح الباب، أو يعني لابد انك انت تعمل كده، او انك انت تطلعها برا وبعدين تديها فرصة. لكن انه الشخص يخليها شغالة وهي داخل جراج، ده بيعبي المنطقة باول اكسيد الكربون، هو عنده الافكت ده. اوكي، والحاجة دي يعني خطيرة جدا، والناس مفروض تتعامل معها بصورة كويسة. واحد من الغازات اللي عنده الافكت دوت اللي هو H2S ايضا، بيؤدي للتيشو هايبوكسيا. right. بعض من الهيلث هازردز انه الغازات ممكن يعني تصيب العين، بتؤدي الى حساسيه مفرطه في العين. اوكي، في جزء منها حارق حتى، ممكن يعني يؤثر تاثيرات يعني بتقعد مع الشخص فترات طويله، يعني مش يعني انه فقط تاثير اني وراح، لا، ممكن يقعد مع الشخص سنين. عندك هنا ده مثال انه ده شخص بيقول لك كان لابس اللبس الكامل، فقط رقبته كانت مكشوفة، وكان بيتعامل مع واحد من الغازات اللي عندها خاصية التآكل الكروسيف، فأدت إلى زي ما أنت شايف إنه يعني أصابت جلده بحساسية مفرطة وواضحة جدا. يعني ده عشان يتعالج من الحاجة دي لازم يعني حتاخذ منه وقت. أوكي، ناهيك عن إنها مؤلمة أكيد، والشيء ده لابد إحنا نفكر فيه. right. Storage handling and transportation، اللي هو كيف نخزن وكيف نتعامل وكيف ننقل السلندرات اللي فيها الغازات. أول حاجة إحنا قلنا إنه الأسطوانة لابد عليها إنها تكون دائما in an upright position، يعني متعامدة، ما فيش أسطوانة تكون مائلة، فيش أسطوانة تكون نائمة.
اوكي حتى اذا احنا عايزينها تميل تميل بميل بسيط جدا فقط من اجل نقلها من نقطه الف الى النقطه باء، لكن لما نجي نخزنها ما تكون مخزنه بشكل مائل. دي حاجه مهمه جدا. اوكي وزي ما احنا شفنا في بعض الفيديوهات امس انه الاسطوانات نفسها لابد انها تكون مثبته بجنزير او بسلسله بحيث انه ما يحصل بحيث انه ما يحصل عفوا بس في صوت احاول اني يس شكرا انها تكون مثبته بحيث انه ما بالخطا يجي شخص يضرب الاسطوانه تقع ونبقى احنا في مشكله اخرى. اوكي فلا بد انها تكون بهذه الصوره. واي اسطوانه ليست في وضعيه الاستعمال الفالف حقها لازم يكون مكفول كاملا. يعني لا تترك أسطوانة الفالف حقها مفتوح إذا هي ليست في وضعية الاستعمال، حتى وإن كانت موصلة في سيستم معين لابد أنها تكون مكفولة. وأي أسطوانة لازم يكون فيها ليبل اللي احنا قلناه اللي هو ملصق، بيكون ملصق عليها بيكون فيه معلومات وبيانات متعلقة بالأسطوانة نفسها. ولابد أنها تكون بعيدة من الأماكن اللي فيها المشاة واللي فيها ناس قاعدين يتحركوا أو حتى الآليات قاعدة تتحرك زي الفور ولا الأشياء اللي من النوع ده، لابد أنها تكون محمية منه. أوكي دي 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 A B C كيف نخزن وكيف نتعامل مع أسطوانات الغاز المضغوطة. زي ما انت شايف في الصورة الأسطوانة هي مركبة كده ولابد انها تكون مثبتة وتكون in an upright position، يعني في وضع متعامد بعيدة عن مسارات الناس. لو انت لاحظت انه ده كورنر او يعني شيء، المهم انها تكون بعيدة عن هذا الشيء وتكون فيها labels ويكون جميع الفالفز اللي فيها واضحة، قراياتها تكون واضحة، كل شيء يكون نظيف. طبعا ما نخليها تكون مصدية ولا حاجة من هذا النوع لأنه بيحصل لها فيلينج لوحدها في هذه الحالات. أيضاً لما ما تكون مشغلة لابد الكاب حقها يكون مركب عليها، ولا تخزن أبداً في الأماكن اللي إحنا بنقول عليها أماكن الخروج، أماكن الخروج وأماكن الدخول. الأسطوانات لا توضع في هذه الأماكن أبداً، حاول بقدر الإمكان نضعها في أماكن اللي فيها أقل حركة أو موفمنت حقت ناس أو آليات. أوكي ويلا بالنسبة للأسطوانة الفارغة، الأسطوانة الفارغة لازم يتعامل عليها مارك أو علامة إنه والله هذه الأسطوانة فارغة. أوكي فتتعامل عليها المارك وتبعد عن الأسطوانات المليانة بحيث انه ما يحصل اي confusion للعمال. اوكي دي يلا واحده من الحاجات اللي بتكون مهمه جدا في النظام. يعني اذا جاء مفتش الاوشا وتفاجئ بوجود اسطوانات فارغه بالقرب من الاسطوانات الممتلئه ده حيكون عباره عن مخالفه. ايضا اذا لقى اسطوانات فارغه ومن غير ماركينج دي مخالفه. إذا لقى أي أسطوانة موجودة من غير ما تكون مثبتة بصورة كويسة هذه كلها بتكون مخالفات. تمام يعني كل الموضوعات اللي احنا بنقول فيها دي عبارة عن ستاندرز مع يعني معايير أوشا موجودة بتتحدث specifically عن الحاجة دي. Right. زي ما احنا قلنا الليبلينج حاجة أساسية جدا لازم تكون موجودة. الليبل في كل حاجة، يعني أي حاجة كيميائية أو أي معدة حتى أنت شغال بها لازم يكون فيها ليبل. يعني أمس احنا تكلمنا عن الفوركليفت وإنه كيف لابد أن يكون فيها ليبلز. Right. يلا بالنسبة للفلامبل غاسز لابد أنه الأكسجين يكون مخزن بعيد عنها أقل حاجة 20 فيت 20 فيت تمام، وبعيد عن الوال هايت 1.5 فيت. فزي ما تروح في المستشفيات بتجد انه اسطوانات الاكسجين مخزنه بصوره ستاندردايزد، يعني لازم انها تكون بعيده تماما عن اي اسطوانات اخرى اقل حاجه بمقدار ال 20 فيت. ليه؟ لانه احنا عارفين ان الاكسجين
بيدعم النار ويغذيها. فلو حصل عندي حريق في الأسطوانة دي وحصل انفجار فيها وانفجرت أسطوانة الأكسجين, ف في عندنا الأخ مالك raised his hand, اتفضل إذا في الشات ما ظهر لي. عفوا الشات ما عايز يظهر عندي, مش عارف ليه. يس, إذا في أي حاجة ممكن إنك أنت تقول لنا في الشات الآن, لأنه أنا ظهر لي إنك أنت raising your hand. Alright. Okay. Moving on. فلابد إنها تكون مخزنة أسطوانات الأكسجين بعيدة تماماً بمقدار 20 فيت عن الأسطوانات القابلة للإشتعال. أيضاً المنظم بتاع الأسطوانة لازم يكون مركب فيها منظم, تمام؟ المنظمات دي لابد يحصل لها ريليس قبل ما يحصل ديسكونكشن. يعني أنا جيت قفلت الأسطوانة مش على طول أفك المنظم, لا, أعمل ريليس لبعض الغاز الموجود داخل المنظم. يعني المنظم نفسه فيه حجرة بيدخل فيها جزء من الغاز. لما يكون الأسطوانة نفسها مفتوحة بيكون الاثنين كونكتد, ولكن انت بيغذيك المنظم نفسه. فلما نقفل الاسطوانه ستيل في ريزيدو حق غاز موجود في المنظم, فلازم اعمل له ريليس قبل ما افكه. يعني تخيل معي اذا كان الغاز ده سام, تمام, وقمت قفلت الاسطوانه, قمت جيت فكيت المنظم على طول, هيحصل ايش؟ هيحصل انه ريليس للغاز السام الموجود داخل المنظم ده, وده هيعمل لي مشكله. لابد علينا من انه احنا لما نشوف الاسطوانات نعتمد على الليبل اللي موجود على الاسطوانه, يعني ما نعتمد على الالوان. يعني في ناس كتير جدا بيقول لك يا اخي خلاص اللي لونهم جرين دي اسطوانات كده, اللي لونهم اورنج اسطوانات كده. اوكي يس, ولكن ميستيك كان هابن. فاحنا لازم يكون عندنا حاجه اكيده لكل الناس بحيث انه ما يحصل أي خلط ولا يحصل أي خطأ. دي حقت كده ودي حقت يعني كده, فأعتمد على الليبل حقتي, تمام. ولما نجي أحرك الأسطوانات, يعني دي يلا كتير إحنا قاعدين نشوفها في محلات الغاز عندنا, بتجي بتاخد الأسطوانة منه بيقوم بيرمي الأسطوانة في الأرض ويقعد يدحرج ليك, اللي هو طبعا اللي هو أساس إنه easier to move. Yes it is easier to move, ولكنها خطيرة جدا جدا, حتى depending على نوع الغاز اللي موجود نفسه. اوكي, فالحاجة دي خطأ, خطأ كبير جدا جدا جدا. الأسطوانات لا تجر ولا تتدحرج, ما بتتشال بالصورة دي وما بتتحرك بالصورة دي أبدا. اوكي, ويلا تحريك الأسطوانات عشان خطورة الأسطوانة ومشكلة المانيوال هاندلينج اللي هي الحمل اليدوي, ده واحد من أنواع الهازردز اسمها المانيوال هاندلينج. عشان نسهل على الناس بنقوم نعمل لهم تروليز, عربيات كده عساس إنهم يحركوا بيها الأسطوانة, وبتكون مريحة جدا. ممكن أنا أشيل فيها أسطوانتين ثلاثة حسب نوع العربية وحسب حجم الأسطوانات نفسها, لكن في احتياطات معينة لازم تتعمل في الحالات دي, اللي هي شنو؟ انه انا الاسطوانات اللي انا مركبه في الترولي دي لابد انها تكون chained, مربوطه. يعني ما ينفع اذا الشخص اللي هو ماشي بالترولي حصل له اي ظرف ان كان على طول الاسطوانه تقع منه, لا, الحاجه دي غير مسموح بها ابدا, لانه ممكن انها تؤثر تاثير كبير جدا, وده شكل التروليز بيكون عليها الربط من هذا الشيء. اكيد احنا يعني معظم الناس بتسافر بالمطارات, فأكيد أثناء ما أنت بتحط العفش بتاعك في العربية أكيد كثير مرات وقعت منك شنطة كده ولا كده, يلا الحاجة دي غير مسموح بها بتاتا في الأمور المتعلقة بالغاز سيلندرز. يلا PPE, لازم أنت تكون لابس PPE. إن شاء الله بكرة أنا هأتكلم لكم عن PPE بصورة مفصلة أكتر, لكن أي handling بتاع سيلندرز or gases or stuff like that لازم انت تكون لابس PPE. جزء من PPE ده اللي هي الجوجلز, اللي هي
النظارات حقة السيفتي اللي بتكون ملبوسة في الوجه بحيث أنها تمنع أنه الغاز ده يصيبك أو أنه يأثر عليك بأي تأثير ممكن. فمرات بتكون جوجل زي يعني دي أو فيس شيلد كامل زي الحاجة دي. أوكي؟ تمام. Always check the regulators يعني المنظمات حقتك والتوصيلات حقة الأسطوانات اعمل عليها check up دائم إنه ما يكون فيها أي damage ولا يكون فيها أي مشكلة في الهوز يكون مثلا مع يعني مقطوم هنا ولا فيه عصرة هنا لا لازم تكون الأمور كلها جيدة فلا بد إنك أنت تعمل check up للأشياء دي regularly and especially when you use it لازم it has to be وإلا ممكن أنت تكون مثلاً فتحت الأسطوانة هناك وإنت أصلاً بعيد منها شغال وفي تسريب ولا في أي مشكلة هنا فبتقوم تعمل مشكلة كبيرة جداً. يلا عندنا حاجة بتقول إنه الأسطوانات اللي بتحوي الأنواع دي من الغازات اللي إحنا بنتكلم عنها أو الـ liquid gases اللي إحنا بنتكلم عنها دي الأسطوانة لا تفرغ كاملاً لازم يكون فيها ضغط ما يقارب 25 PSI يعني ما تكون مفرغة يعني تفريغ كامل ليه؟ عشان نمنع الكونتامينيشن إنه الأسطوانة يدخلها غاز تاني أو أكسجين إذا كانت مثلاً هي أسطوانة ليست مصممة للأكسجين عشان نمنع الكونتامينيشن ده بنخلي ريزيدو بسيط 25 PSI بيعمل عمل positive pressure بيمنع اللي برا انه هو يدخل عندي انا فيفضل انها تتعامل بالصوره دي وايضا زي ما انتم شايفين في الصور هنا دي فنتيليشن نفس اللي احنا تكلمنا عنه بتاع الويلدينج لكن ده يلا فنتيليشن للكومبريست جاسز او التوكسيك جاسز اللي انت بتتعامل بها في اماكن العمل احنا دي هنا بنقول عليها الفيوم هودز اذا انت عندك اي أسطوانات غاز أو أي غازات أنت بتتعامل بها والغازات دي سامة جداً أو فيها مخاطر كده لازم يكون عندك ventilation وده نوع من أنواع الventilation اسمه fume hoods بيستعمل يعني أكثر شيء في اللابات اللي فيها المواد الكيميائية يتم تصنيع مواد الكيميائية وكده فجهاز مهم جداً الجهاز ده بيعمل بصورة أنه يشرب هذا الغاز تمام ويلا يوديه وين برا لا الجهاز نفسه فيه فلترز معينة بتتناسب مع أنواع الغازات اللي أنت بتتعامل بها الفلترز دي فيها مواد بتقوم تمتص المواد الكيميائية دي وبتجعلها آمنة إنه التخلص منها بيكون التخلص بصورة آمنة أوكي؟ يعني مش إنه والله يا أخي الفنت إنه على طول outside لا ده ما الاير فنتس ده شغل بتاع تصفية للغاز نفسه على أساس إنه يختفي تماماً أو يتحول لحاجة تانية، أوكي؟ على أساس إنه يقدروا يتخلصوا منه بصورة آمنة. Also ال relief valves اللي هي الفالفات حقت التنفيس لما يكون عندك مثلاً أسطوانات كثيرة موصلة في سيستم واحد، السيستم ده لازم يكون عنده relief، تمام؟ اللي هو إيه إنه لو حصل أي حاجة السيستم ما يشحن ضغط في منطقة معينة يقوم ينفجر يكون عندي ريليف معين يخلي الغاز يهرب إلى منطقة آمنة أيضا بحيث أنه السيستم الضغط اللي فيه يرجع إلى الضغط اللي احنا نقدر نتحكم به أو المطلوب مننا أساسا okay? فلا بد أنه الريليف فالفز دي كلها تكون موجودة ولا بد أنها تكون standardized يعني حاجات شغل معايير صحيحة وحقيقية تمام ولازم انه يكون ما فيها اي نوع من انواع الدمج يلا بعض البريكوشنز اللي احنا بنسويها لما نجي نتعامل مع الغاز ده او الاسطوانات دي انه لابد ان احنا نمنع اي تهريب للغاز في موقع العمل اوكي يلا كثير من الناس احنا بنشوف انه لما نكونوا في المنزل يقول لك والله يا اخي الانبوبه بتاعت الغاز قاعده تهرب شويه انساها يلا الحاجة دي لا no. أي تهريب للغاز هو شيء خطير أوكي أي تهريب للغاز هو شيء خطير وهو شيء ممنوع في موقع العمل فلا بد إنه يتم فحصها بصورة دورية لمنع الأشياء اللي زي دي وأيضا بيكون عندك
كاشفات عن وجود الغاز ده في حال انه حصل له تهريب ولا كده, بتديك انذار بانه حاصل الحاجه دي. اوكي, الاماكن اللي فيها الاسطوانات حقت الغاز وكده يفضل انها تكون well ventilated, يعني فيها تهويه ممتازه اصلا. اوكي, فدي حاجه برضو مهمه. وزي ما احنا قلنا لازم الشخص يكون لابس بي بي اي, نظارات او حتى اللبس الكامل في حال نوعيه الغاز نفسه اللي هو بيتعامل بها. والغازات اللي بتكون مضغوطة السامة والحارقة أو المؤكسدة, في عندك بعض الغازات بتعمل عمل الأوكسيدايزنج, دي بتؤدي لأنها يعني بتكون خطيرة جدا في حال الحريق لأنها مؤكسدة. تمام, وأيضا كروسيفز اللي هي غازات اللي بتكون تؤدي إلى التآكل, لابد من التعامل معها بسرعة في حال وجود أي تهريب لهذه الغازات. لازم بسرعة نتعامل معها, لازم إحنا بسرعة نعرف إنه وجود الغازات دي في موقع العمل بيؤدي إلى نقصان الأكسجين في الموقع نفسه. يعني بص, أبسط مثال, طفاية الحريق من نوع ثاني أكسيد الكربون, لو أنت عندك تهريب في الطفاية دي هيحصل يعني إيش؟ هيحصل إنه انبعاث ثاني أكسيد الكربون داخل الموقع يطرد الأكسجين من هذا الموقع, بيجعل إنه المنطقة دي نسبة الأكسجين فيها نسبة ضعيفة. خلاص, فنفس الشيء بالنسبة للغازات السامة, حيكون المنطقة سامة. نفس الشيء بالنسبة للغازات القابلة للاشتعال, حتكون المنطقة حتصل مرحلة إنه ممكن تشتعل عندك موقع العمل. أوكي, يلا كيف نخزنها؟ قلنا تخزن upright وتكون مربوطة بالتشين, وقلنا تكون بعيدة عن أي شيء قابل للاشتعال. تمام, خصوصا أسطوانات الأكسجين بعشرين فيت زي ما احنا قلنا. ولابد انها تكون في عندنا البروتكشن ديفايسز, يعني الأماكن اللي فيها الأسطوانات دي لازم يكون عندك نظام حق مكافحة الحريق, انه في حال حصلت حاجة لازم انا اكون جاهز انه المنطقة دي انا يكون عندي أنظمة حق التحكم أو أنظمة حق إطفاء أو أنظمة حق عزل compartmentation, لازم إنها تكون موجودة عندي, ولازم إني أتعامل مع الأسطوانات دي بصورة جادة جدا ويكون عندي نظام للحاجة دي. أيضا تخزين الأسطوانات لازم إنه ما يكون داخل lockers خزانات. أوكي, لأنه الخزانة بتعمل عمل إيش؟ إنه لو الأسطوانة فيها أي تهريب حيبدأ الغاز ده يطلع داخل الخزانة نفسها, حيبقى الجو حق الخزانة مليان من هذا الغاز. فمعناته إيه؟ إذا كان سام حيكون دي منطقة سامة, إذا كان شديد الاشتعال المنطقة دي حتكون قابلة للاشتعال أو الانفجار في أي لحظة وجود مصدر اشتعال فيها. أوكي؟ وقلنا برضو لما نجي نخزنها لازم إحنا نكون لابسين اللبس الكامل بتاعنا. right. دي يلا بعض الساينز أو العلامات في موقع العمل اللي بتدلل على وجود أسطوانات غاز وكده. بتلاحظ إنه دي كده pressure gas أو compressed gas, وعندنا هنا gas flammable and explosive, دي شكل العلامات. again أحاول أذكركم بالألوان حقت العلامات في موقع العمل. عندك اللون الأصفر والأسود ده بيدل على وجود hazard, يعني بيحاول ينبهك انه وجود هازارد في المنطقه دي. لما تلقى علامه لونها احمر دي معناتها prohibition, المنع, زي no smoking بتلقاها باللون الريد فيها بهذه الصوره. عندك العلامات اللي بيكون لونها ازرق دي الساينز حقت اجبارك على عمل الشيء اللي في الساين نفسه. دي بتتعامل للبس البي بي اي, يعني بتشوف صورة حقت شخص وفيها مثلا سماعات, معناته شنو؟ معناته لابد انه المنطقة دي تلبس لها سماعات. فهي دي الانواع بتاعتها. الان عندنا فيديو عايزين نشوفه بيتحدث عن اللي احنا تكلمنا عنه دوت الحين, اللي هو الغاز سيلندر سيفتي ستورج اند هاندلينج. Let's see. عفوا, screen share. Alright.
The first step is personal protection. Inexcusably, this step is often overlooked either in haste or in disregard for fundamental precautionary measures. Ideally, when handling compressed gas, safety glasses, protective gloves, and safety shoes should all be worn at all times. In the case of even a small incident, protective apparel is useful in helping prevent personal injury. The second step is inspection. Whenever handling gas cylinders, inspect the area around the valve for corrosion, damage, or mechanical strain. And inspect the cylinder itself for signs of damage, abuse, or excess wear and tear. Seek expert assistance if you discover a potential problem. Next is preparation. Be alert and aware of what you are handling. Inspect any cylinder documentation, tags, and stenciling. Read the shoulder labels for a summary of cylinder contents, including the balance gas. يلا هو ده نفس الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها. لازم انك تكون عارف الاسطوانة دي ايه اللي موجود فيها. وعشان اعرف الحاجة دي لازم ان انا اكون مدرب على موقع العمل نفسه. لازم يكون عندي الـ safety procedures حقت الـ equipment والاسطوانات والاشياء اللي هي موجودة فيها. تمام؟ ولازم يكون في labeling. ولازم اني اعمل checking للdocumentations دي كلها انها تكون صحيحة. لانه في النهاية موقع العمل هو موقع ديناميكي. الاشياء قاعدة تتحرك فيه. فمعناته الاسطوانات دي قاعدة تستعمل جزء منها قاعد يطلع وتجي غيرها. فالdocuments لازم انها تشير لجميع الاشياء دي. اوكي؟ يعني انا دائما بقول للناس كده حط في بالك انه موقع العمل احنا بنحاول نبسط الايديا ولكن موقع العمل هو موقع كومبلكس موقع معقد مجموعة من الناس معاهم معدات في موقع واحد كل واحد فيهم بيعمل حاجة تمام فلا بد ان يكون الناس دي كلها شغالة بصورة آمنة عملي انا ما يأثر عليك انت فالحاجة دي بتتعمل بسيريز اوف دوكيومنتس وثائق وثائق كثيرة جدا الـ Permit to Work الـ Inspection Documentations الأشياء دي كلها وثائق مهمة جدا Check the MSDS sheet اللي هي MSDS اللي احنا قلنا عليها اللي هي Material Safety Data Sheet بيكون فيها معلومات كاملة جدا عن المادة الكيميائية Following preparation is anticipation You already know what you are handling and the nature of the chemical hazards But accidents happen quickly. So, anticipation is key. Should an incident occur, whatever your response, you will want to be in a position to respond appropriately and without hesitation. Use the proper safeguards to help prevent incidents. Gas cylinders are awkward objects, and they pose a significant potential hazard in the event of a fall. Full and empty cylinders should be stabilized at all times. This holds true for all cylinders, all sizes, including lecture bottles and portable cylinders. Cylinder stability is also important during cylinder transportation. Only a proper cylinder hand truck, one specifically designed for moving gas cylinders, should be used, and always with a chain or strap in place to secure the cylinder. Always seek assistance in difficult settings, such as moving a cylinder up or down stairs, or across uneven surfaces and inclines. Let's put the cylinder truck to work. When picking up a cylinder, position the truck as close to the cylinder as you can without interfering with your own ability to maneuver the cylinder. 2 feet or less is a good rule of thumb. With the truck in position, you can remove the securing chain or strap, but do not do so until you are ready to begin moving the cylinder. Keeping the cylinder as close to fully vertical as possible, use both hands to roll and walk the cylinder into position on the carrying device. Immediately apply the chain or strap securely before tilting the cylinder truck. يعني حتى لاحظ معي حتى وهو قاعد يحرك السلندر من point A لpoint B بيحاول بقدر الإمكان ما يكون السلندر مايل وفي نفس الوقت ما تتحرك بسرعة take your time أثناء ما أنت بتعمل الحاجة دي
When delivering a cylinder, the same guidelines apply in reverse. Get as close to the final position of the cylinder as you can. Keep the chain or strap in place when bringing the hand truck to the vertical position. Use both hands to roll and walk the cylinder into position and immediately secure the cylinder with a chain or strap. Remember that cylinders are vulnerable to being bumped and tipped, so always be quick to secure a cylinder against falling. Once the cylinder is secure, it is okay to remove the valve cover and proceed with hardware installation. Compressed gases can be dangerous if handled improperly, but reasonably safe with proper training and careful attention. This video contains some guidelines, but this video is not a site to be able to help you find the at Matheson, we hope you this video is about basic this video is about basic guidelines. Safe gas handling should be part of your core safety practices. Follow proper safety procedures so that they become habit. Make them part of your routine every time you handle compressed gases. One hazard posed by compressed gas is that of normal ولا حاجة عادية أيضا لازم يتعمل لها training لأنه ممكن نكون إحنا بنعمل حاجة بصورة غير آمنة لكن في موقع العمل لازم يتعمل للشخص training. High pressure itself. The U.S. Department of Transportation provides us with a definition of a compressed gas based on the pressure exerted by the gas on its packaging. Gases are normally shipped at standard pressures, such as shown here. Cylinders are, of course, designed to withstand pressures far in excess of the normal pressures. However, the hazards posed by an improper connection or, worse, a dropped or abused cylinder should not be underestimated. If pressure is the first fundamental hazard, exposure to the gas itself is the second. All compressed gases, with the exception of compressed air, pose some level of chemical hazard. Gases may be toxic, corrosive, flammable, pyrophoric, oxidizing, or asphyxiative. Cryogenic liquids pose the unique... يلا. Toxic اللي احنا قلنا عليها بتكون سامة. Corrosive اللي هي تؤدي إلى التآكل. Flammable قابلة للاشتعال. Pyrophoric اللي هي spontaneously ignites. لوحدها it can ignite. Oxidizing ده بيساعد على تسريع عملية الحريق. إذا في عندك أي مشكلة حق حريق ده بيساعد إنه يفعل النار بصورة كبيرة جدا جدا جدا. عندنا asphyxiative أو asphyxiation ده اللي احنا قلناه إنه الغاز بيمنع امتصاص الأكسجين في جسم الإنسان. وقلنا cryogenic liquid اللي هو بيكون بارد جدا ممكن يعمل freezing للhuman tissue. Hazard of extremely low temperature. Some gases may have properties that complicate the chemical hazard. For instance, carbon dioxide and carbon monoxide are commonly used in many applications. They also are colorless and odorless, so the exposure hazard is difficult to detect without active monitoring. يلا هنا بيقول لك إنه في بعض الغازات أو المواد الكيميائية دي صعب إنك أنت تتعرف عليها. مثال أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ما عندهم رائحة وفي نفس الوقت ما عندهم لون فلا بد إني أنا إذا عايز أتعرف على وجودهم في موقع العمل لازم يكون عندي أجهزة حق الديتكشن. غاز الـ H2S مثلا هو عنده رائحة ولكن عند التراكيز الأقل من 10 ppm أو 15 ppm فمعناته لما يكون التركيز عالي I cannot smell anything. Some flammable gases have low flash points. In other words, they ignite easily. Mm-hmm. All gases will diffuse into ambient air. Some will mix with air, some will rise, and some will sink to the floor.
يلا هنا بيقول لك انه في بعض الغازات نقطه الفلاش او الفلاش بوينت اللي هي النقطه اللي عندها الانبعاث حق الغاز يصل الى الاشتعال. دي ده معنى كلمه الفلاش بوينت. فالفلاش بوينت عندها قليله جدا, فده معناته شنو؟ معناته اقل سبارك, اقل حاجه ممكن تؤدي الى اشتعال هذا الغاز. وعندك انه جميع الغازات احنا عارفين انها بتذوب مع الهواء, ويلا في جزء منها بيقوم يصعد لاعلى, بيكون السبيسيفيك جرافيتي حقته قليله فبقوم يصعد لاعلى, لكن في جزء منه بيكون السبيسيفيك جرافيتي اعلى فممكن انه ينزل. مثال اخر عليه اللي هو غاز ال H2S ممكن يكون ينزل. But unlike a solid or a liquid, a diffusing gas may be difficult to contain and may lead to rapid contamination of large areas. In the case of a gas that is only mildly hazardous, its diffusion serves to reduce the hazard by reducing the concentration. On the other hand, diffusion of a seriously toxic gas can become a large-scale contamination problem. It's good practice never to underestimate a gas hazard. Familiarize yourself with the properties and hazards of every compressed gas you use. Be alert to not only the hazards, but also the symptoms of exposure, the appropriate first aid, and other remedial actions to take in the event of a safety incident. Compressed gases can be dangerous if handled improperly, but reasonably safe with proper training and careful attention. This video contains some guidelines, but the نشكر الشباب ديل على الفيديو ده. It's very informative about the gas. فالتعامل معها لازم يكون عندنا خطة procedures, ولا بد إنه procedures دي يتم اتباعها بصورة سليمة في موقع العمل. وزي ما أنا وريتكم documentation حاجة أساسية في موقع العمل, لأنها بتذكر الناس إنه يرجعوا ليها, بتكون evidence على العمليات اللي قاعدة تتم. والدوكيومنتيشنز هي النقطة اللي احنا بنرجع لها in order to develop our work. فعشان كده لازم يكون عندنا documentation لكل الأشياء في موقع العمل. Right. Moving on into rigging and slinging. Rigging احنا قلنا اللي هي عملية الرفع وتحريك الأوزان باستخدام أي أربطة, سلاسل, أو أي جهاز ميكانيكي يساعدنا على هذا الشيء. والسلينج هي الحبال نفسها أو الأشياء اللي احنا بنقوم نرفع بها. فده كلمة rigging and slinging. أوكي؟ فهي دي زي ما أنت شايف العملية كلها كده اسمها عملية الrigging. تمام؟ إنما الحبال ديت اللي هي السلينجز حقتك اللي الشخص بيقوم يرفع بها. زي ما أنت شايف في الصور كده الحاجة دي حاجة ليست بالسهل مما كانت, يعني مش بس يلا لف أي حاجة ويلا, لا, الحاجة دي عندها planning, الحاجة دي عندها certifications, شهادات. لازم الشخص اللي بيعمل slinging أو rigging ده بيكون شخص بيجتاز اختبارات معينة وينجح فيها, بعدين بيكون عنده عدد سنوات خبرة معينة, بعدين بيقوم بيدوه إنه هو يكون rigger. تمام؟ فالفرق ما بين الليفتنج قلنا والريجنج انه الريجر بيعمل الديزاين حق عملية الليفتنج كلها. يعني ريجنج يعني الريجر بيضع العملية حقت الرفع كاملة من استخدام آلة رافعة معينة, استخدام حبال او سلاسل معينة, طريقة الربط نفسها بتكون مختلفة, أشياء ممكن إحنا نرفعها بالصورة دي, أشياء ممكن يعني تكون مربوطة وعندي هوك يشيلها, فبتختلف يعني عمليات الرفع باختلاف الأوزان والمواد اللي أنت هتقوم ترفعها والارتفاعات اللي أنت ناوي إنك أنت ترفع عليها الحمولة, طريقة تحريك الحمولة نفسها. فدي فدي كلها اشياء مهمه جدا انه لابد احنا نعمل البلان. طيب, how do I become a certified rigger؟ لو شخص حب انه يدخل في العالم ده انه هو يكون, والله يا اخي انا عايز اكون certified rigger, اول حاجه
exceeds the OSHA qualification standard. إنه لازم يأخذ the OSHA qualification standard for rigging. الحاجة دي بتكون include training وفيها اختبار written كتابيا وفيها اختبار practical وبكون تحت إشراف the OSHA. تمام؟ أو إشراف معاهد بتتعامل مع ال OSHA. يلا ليا برضو أيضا هي هم عندهم ال certifications حقت الرفع. Alright. مدة الكورس على 4 أيام بيخلص فيها 36 ساعة. أوكي. يعني حسب عدد الناس اللي هم بيكونوا موجودين. فبعد ما يجتاز الامتحان ويجتاز الشغل البراكتيكال بيقوم بياخد الرخصة حقت الريجينج. يعني الشركات الكبيرة حقت الكونستركشن، شركات البترول، الحاجات دي ما عندهم ريجرز من غير الحاجة دي. ونفس الشيء الكرين أوبريترز، ما في واحد أوبريتنج أي كرين ما لم يكون سيرتيفايد في الحاجة دي. تمام؟ اجتاز الامتحانات وكده. ففي عندنا امتحانات اللي هي ريجر 1، بعده بتاخد ريجر 2، بعده بتاخد ريجر 3. Right. يلا job description حق الريجر زي ما أنا وريتك، الشخص ده بيضع عمليات الرفع الخطط بتاعته وبيعمل لها الريبيرز حتى. يلا الأماكن اللي هو بيكون شغال فيها زي أماكن الصناعات، أماكن الشيب ياردز اللي فيها سفن وكده، تمام، أماكن الكونستركشن، أو حتى بيكونوا شغالين في أماكن صناعة يعني الموفيز أفلام وكده، برضو بيكونوا موجودين فيها. اللي هي لما أنت تلاحظ إنه كاميرات، في ناس بيكونوا قاعدين وفجأة يطلع فوق وينزل تحت وارفع عليه السيت ونزله، يلا الشخص اللي بيعمل الحاجة دي لازم يكون certified rigger أيضا. فهو بيكون responsible عن كل حاجة في عملية الرفع، إنه كيف يثبت الرافعات حقته، أبعادها كم، اللودز هيكون شكلها كيف، كيف يتحكم على الموفمنت، لأنه أنا لما نرفع الوزن لفوق وأبدأ أتحرك الإيه وزن أكيد هيعمل عملية حقة swinging. يلا swinging radius ده هم بيحسبوه حسابيا لأنه مهم جدا، لأنه swinging radius كل ما الأوزان يحصل لها swinging كل ما string أو sling نفسه الإجهاد عليه بيكون أقوى. تمام؟ الإجهاد بيكون أقوى عليه، فلا بد أن احنا نحسب الحاجات دي كلها. فالريجر دي وظيفته يتأكد إنه العملية سليمة لحد ما من بداية من قبل ما يبدأ يرفع، أثناء الرفع وبعد الرفع، هي دي وظيفته هو. يلا هو is a qualified rigger زي ما احنا قلنا، والشخص اللي أخذ الqualification والشخص اللي عنده الخبرة في الحاجة دي والخبرة في عملية الريجينج نفسه، لأنه عمليات الريجينج كثيرة زي ما انت شايف قدامك كده. أخذ معايا الصورة على اليسار، دي عملية ريجينج داخل ورشة، عملية تقدر تقول نوعا ما أقل تعقيدا من العملية اللي على الجهة اليمين، إن أنا عايز أرفع سفينة كاملة. أكيد الوضع يختلف هنا عن هنا، فده معناته شنو؟ معناته الشخص أو الناس اللي بيكونوا موجودين في أماكن اللي فيها سفن زي يعني كده لازم يكون عندهم سيرتيفيكيشن للسبيسيفيك ريجينج اللي هم شغالينه ده. تمام؟ دي يلا حاجة أساسية جدا. يلا الريجينج بلان. الريجينج بلان هي الخطة حقت عملية الرفع. الخطة دي بتبدأ من بداية الموقع نفسه. ما هو الموقع اللي احنا عايزين نعمل فيه عملية الرفع؟ أرضية الموقع، مساحة الموقع، وجود العمال وين، والأشياء والأشياء دي كلها، هل في overhead electrical wire lines، الأشياء دي كلها بتبدأ من هنا. تمام؟ وبعد كده ما هي الأوزان أو الحمولة اللي احنا عايزين نرفعها، وبعدين يشوفوا حنرفعها من وين إلى وين، هل من فوق لتحت، من تحت لفوق، أو على نفس المستوى من مكان إلى مكان آخر. فكل الحاجات دي بتوضع في الخطة من البداية، مهمة جدا لأنه بيحصل فيها حسابات كثيرة جدا. بعد كده بيقوموا يحسبوا يشوفوا ما هي نوعية الرافعة اللي هم عايزين يستعملوها في العملية دي، وبعدين بيقوموا يشوفوا نوعية السلين نفسها، عايزين حبل قماش، عايزين حديد،
عايزين chains اللي هي حلقات اللي هي بنقول عليها سلاسل, تمام, عايزين نوع الهوكس كيف إنها تكون الأشياء دي كلها بيكون موضوعة في الخطة من البداية. بعدين بيبدوا يعملوا على الcheckups والinspection قبل عملية الرفع, إنه يعملوا inspection للرفعات كلها اللي بتكون موجودة. دي حاجة أساسية جدا, من غير الinspection ما بينفع إنه إحنا نبدأ عملية slinging أبدا بتاتا, وإلا هتحصل مشكلة كبيرة جدا في موقع العمل. بعد كده بيبدوا يحسبوا الزون أثناء عملية الرفع, إيه اللي هيكون موجود عندي, هل عندي مشكلة حقت هواء, هل عندي مشكلة حقت شمس عالية, هل عندي مشكلة حقت مطر. كل الحاجات دي بيقوموا يفكروا فيها, لأنه ما عايزين حاجة تجيهم مفاجأة إنه يتفاجئوا بعد ما جو وضعوا ركبوا الحاجات الضخمة دي كلها, يتفاجئ إنه أخ لا غلطنا, كان مفروض نعمل الحاجة دي غدونا عندي, لا. أوكي, فهي بلان لازم تتعمل اسمها الريجينج بلان, ونفس الشيء هي بلان دوكيومنتد وعليها تواقيع من أشخاص كتير اللي هو الريجينج إنسبكتورز والريجينج أوفيسرز بيكونوا موقعين على الحاجات دي كلها, خصوصا لو كانت العملية عملية كبيرة. أوكي, سينس إن إحنا اشتغلنا ساعة, عايزين ناخد بريك, خلي البريك بتاعنا فور 10 minutes إن شاء الله, وحنقوم نرجع نواصل شغالين فيه. أوكي, في حد عنده أي سؤال قبل ما نطلع على البريك؟ Anyone has a question? Anyone has a question before the break? Okay, all right. I will say, inshallah, the break مدته 10 دقائق, and we will come back again. See you, inshallah, in 10 minutes. Okay. Right. Okay. طيب احنا توقفنا عند ال parts of slings, عايزين يلا نتكلم عنها. زي ما احنا قلنا ال slings اللي عندنا ممكن انها تكون synthetic او ممكن انها تكون chain او ممكن انها تكون عفوا أو إنها ممكن تكون واير روب, عبارة عن حبال واير ملفوفة بحيث إن يكون عندها قوة معينة. طبعاً كل واحدة منهم عندها استخداماتها وعندها حتى الحسابات بتاعتها. يلا, في ناس يقول لك الواير روب والله يا أخي كويس, لأنه طبعاً قوة الشد بتاعته أقوى, إنه بيتحمل أكتر, وإنه حتى وزنه أخف, يقول لك من التشين اللي هي لما يكون عندك حلقات زي دي, تمام, يفضلوا انه يستخدموا الواير روب عنها, وزنه اخف منها, بيتحمل اكتر منها وكده. لكن بالتاكيد طبعا كل حاجه عندها عيوبها وكل حاجه عندها الليميتيشنز بتاعتها. يلا تعال نشوف, هنا عندنا الهوكس. كلمة هوك باللغة العربية أظن معناها خطاف أو مش عارف مشبك, مش عارف الكلمة exact, لكن دي اسمها الهوكس. دائما مدخل الهوك لازم يتعمل له inspection دائما, إنه ما يكون فيه أي مشكلة, ما يكون مثلا loose قاعد بس كده. وطبعا أي هوك لما تجي تعمل له inspection تلقى المدخل بتاعه بالجهة الثانية, هذا الهوك يطلع برا الشغل بتاعك على طول, تمام, يرجع للمانيفاكتشرر حقه عشان يعمل له صيانه, يجيبوا لك مره اخرى او حتى يجيب واحد ثاني غيره. اوكي, يلا نتكلم عن البروسيجرز, اجراءات الريجينج. نمره واحد, لازم تشتغل مع شخص كواليفايد عنده الرخصه وعنده التريننج وامتحن الامتحانات ونجح وعنده الخبره في الحاجه دي. ما ينفع عملية ريجينج من غير هؤلاء الأشخاص.
ده احنا بنقول عليه الكومبتنت بيرسون اللي هو الشخص اللي عنده كفاءة, عنده الشهادات وعنده الخبرة وعنده المقدرة على انه يقوم بالعمل دوت, لانه ده عمل خطير جدا. ثاني حاجة لازم نعمل انسبكشن قبل عملية الرفع, انسبكشن لجميع الريجينج اكويبمنت اللي انت بتشتغل بها من الرافعة الى التشينز اللي انت شغال بها الى الهوكس اللي انت شغال بها. يلا شايف معايا المنطقة دي اللي انا قاعد اعلم لك عليها دي, دي فيها الليبل حق التشين هنا. فلو انت عايز تشوف انه التشين دي بتتحمل اجهاد كم, بتنظر الى الليبل ديت. وطبعا زي ما احنا قلنا اي ليبل في الدنيا لابد انها تكون واضحة, ما فيها اي اوساخ, ما تكون ممسوحة, ما تكون تمام. فالانسبكشن جزء اساسي. وطبعا الانسبكشن مش بس شفناها ويلا, لازم يكون عندك تشيك ليست شغال بتعمل تشيك, بعدين بيحصل الابروفل, بعدين بيبداوا عمليه الرفع. ثالث حاجه زي ما احنا قلنا دوكيومنت تكنيكال ايشوز, عمليه الانسبكشن العمليات التقنيه اللي انت شغال بها كلها لازم تكون دوكيومنتد, ودي شكل من اشكال الدوكيومنتس اللي انت بتتعامل بها في عمليه الريجينج. طبعا في الغالب كلها بتكون تشيك صح صح صح, وبيتركوا مجال انك انت تكتب اذا انت رايت حاجه غريبه او شيء من هذا النوع. بعد كده keep the load balance اثناء عمليه الرفع نفسه, لابد على الحموله انها تكون balanced متوازنه, لان لو ما كانت متوازنه انت بتخلق لنفسك مشاكل كبيره جدا. وتاني حاجة make sure the load cannot injure people, الناس اللي موجودين في موقع العمل أو الناس اللي موجودين حول موقع العمل لازم إنهم ما يتضرروا من عملية الرفع نفسها. تمام, كثير مرات الرافعة شغالة بتشيل حاجات, فجأة بتلف كده يضرب حاجة يخبط شيء, ليه؟ لأنه الخطة ما كانت موضوعة بشكل كويس, أو حتى الأوبريتر أخطأ أخطاء إنسانية. مرات بتحصل إنه يكون في خطة وكل حاجة, لكن الشخص اللي قاعد يدير الرافعة نفسها أخطأ في حاجة. تمام, يلا البروسيجرز حقتك, ممنوع منع بات إنه يكون في ناس تحت أي حمولة معلقة في جميع الأوقات, لا ينفع أبدا. الناس لازم تكون بعيدة ويكون عندك ساينز بتوري الحاجة دي. تمام, دي حاجة مهمة جدا. لازم يكون اللود حقك تنزله, يعني ما فيش حاجة اسمها لود نخليه معلق ونمشي نروح نعمل حاجة ونجيه. الكلام ده طبعا ممنوع منع بات في جميع الأوقات. اللود لازم انه ينزل. Never suspend a load and leave it like this, ما تسيبه بهذه الحالة, دي حاجة مهمة جدا. ايضا لو انت عندك اي مشكله في السلينجز حقتك لازم تتعرف عليها. وطبعا الحاجه دي احنا بنتعرف عليها بصوره فيجوال, ان احنا بنشوفها بعيننا اذا كان في اي مشكله. دي يعني مثلا شوف دي, يعني عندك كيميكال دامج, هو كان مثلا قاعد يرفع مواد كيميائيه, حصل تسريب معين وكذا, فعندك دامج بهذه الصوره, او حراره عاليه, او اي ثقوب, او يلا نجي هنا على المنطقه دي اللي هي النوت. النوت معناتها العقده أو الربطة. لقيت واحد ماسك سلينج وقام ربطه, السلينج ده بيطلع برا الخدمة على طول. لا يصلح أبداً إن أنا أرفع بسلينج فيه ربطة, الربطة تضعف من الانتجريتي حقت السلينج. تمام, السلينج بيضعف والسلينج بيضيع. أوكي, يلا دامج فيتينجز زي اللي في الصورة دي, اللي هي الأشياء اللي بتكون تعمل بها فيتينج للسلينج نفسها, على طول بيظهر لك المشكلة دي. نفس الشيء هنا عندك الواير روبس, لو في أي كسور موجودة فيها بالتأكيد أنا ما بتعامل بهذا السلينج. الهوكس لو فيها أي بنز إلونجيشنز, ممطوط, لقيت إنه التشين ممطوطة لا, هنا يلا ما بنتعامل بها على طول, وإلا يعني دي مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى سقوط الشيء هذا. ثاني حاجة لازم نستعمل شخص اسمه السبوتر.
السبوتر ده شخص بيراقب العملية كلها. بالتأكيد في معظم عمليات الرفع الشخص اللي سايق الرافعة أو الكرين أو الحاجة دي ما بكون شايف كل حاجة، فبيحتاج لشخص يوجهه. هذا الشخص بيكون شخص مدرب على إشارات التوجيه. أوكي؟ دي يلا حاجة أساسية جدا. والسبوتر طبعا لابد عليه إنه يكون فاهم هو بيعمل إيه، وما قاعد يهزر أو يلعب، تمام؟ يعني ما يقوم يلعب، دي حاجة مهمة. ثالث حاجة ما ينشغل بأي حاجة. السبوتر والكرين أوبريتر ما ينشغلوا بأي شيء. ما تنسى الأماكن دي فيها أصوات عالية، فالسبوتر ما رايح يقول لك ارجع ورا وديني، لا هو هيحرك إيديه بس، لأنه هو بعيد منك، الصوت حق عمليات الرفع أو أي حاجة أصوات عالية، فما في كوميونيكيشن بهذه الصورة. كوميونيكيشن بالإشارة فقط، زي لما انت تشوف في المطارات بتلقى لك شخص ماسك العلامات دي كده ويحرك ويسوي بتاع، خلاص السبوتر لازم يكون موجود عندي. وأيضا لابد ان احنا نعرف الاكويبمنت والمعدات اللي احنا بنقوم نعمل بها الريجينج، نكون عارفينها كويس جدا، هي بتتحمل ايه، مصنوعة وين، هل مصانة جيدا ولا لا، دي كلها معلومات مهمة جدا. ويلا بعد عملية الرفع الهوكس والريجينج اكويبمنت دي كلها لازم تتخزن في اماكن بعيدة عن الرطوبة، بعيدة عن اشعة الشمس العالية، بحيث ما نقوم نأثر على المعدات اللي احنا قاعدين نعمل بها السلينجينج دي، تمام؟ ويلا لما نجي نرفع برضو اجسام، شايف معايا الحاجة دي هنا، الحواف، اول ما يكون انت سسبكتنج انه الحواف حادة او الوزن عالي على السترينج، ممكن تستخدم نوع من انواع البادز دي، تمام؟ اللي هي بتقوم تمنع اي اجسام حادة انها توصل للسترينج حقك، تقوم في النهاية يقطع او اي حاجة كده. اوكي؟ فلا بد انك انت تعمل حاجة اسمها الادج بروتكشن، فانت بتقوم تحمي السلينج نفسه من الحاجة دي. عندنا فيديو عايز اوريكم ليه، بيشرح لنا بعض الامور المتعلقة بالانسبكشنز حقت السلينجز دي. It's very informative. خلينا نشوف ال Lift all operating procedures require that you always inspect slings before each use. OSHA states that the sling and all fastening and attachments shall be inspected for damage or defects by a competent person designated by the employer. Damaged or defective slings shall be immediately removed from service. In addition to these requirements, OSHA and ASME specify that chain slings receive a thorough inspection at least once per year, and that the employer maintain a record of the most recent inspection. Slings can be divided into two basic categories, those made from synthetic materials and those made from steel. There are two varieties of synthetic slings, web slings and round slings. These slings should be removed from service at once when you find cuts, holes, knots, tears, snags, abrasions, damaged fittings, melting or chemical damage, worn or broken stitching, or missing or illegible tags. If any of these problems occur with your synthetic slings, they should be removed from service immediately. An additional indication that a synthetic web sling has been damaged is exposure of the red core yarns. A sling in this condition should be removed from service immediately. Tufflex round slings should be replaced when cover damage is sufficient to expose the load-bearing inner yarns. The three basic types of steel slings are chain, wire mesh, and wire rope. Per OSHA and or ASME instructions, wire rope slings with the following conditions must be removed from service immediately. Kinking, crushing, bird caging,
wear, corrosion, damaged sleeves or end fittings, missing or illegible identification, or heat damage. Wire rope slings damaged by heat can be difficult to recognize. A good indication of damage is absence of lubrication or discoloration. Another common cause for wire rope sling rejection is broken wires. 10 broken wires in one rope lay, or 5 broken wires in one strand in one rope lay, is cause for rejection. Chain slings must be removed from service immediately when they have one of these problems: wear, nick or gouges, cracks or breaks, elongation, twisted or bent links, weld spatter, lack of component flexibility, missing or illegible identification, unauthorized or makeshift repairs, or excessive heat damage resulting in severe discoloration. See manufacturer's recommendations for specific rejection criteria. The following conditions on wire mesh slings indicate they must be removed from service immediately: broken welds or wires, abrasion, corrosion or heat damage, missing or illegible identification, reduced flexibility, or field repairs. The safety inspection must include end fittings and attachments in both the synthetic and steel sling categories. According to OSHA regulations, end fittings and attachments must be replaced when they show any of these problems: cracks, distortion, or wear. If a hook latch is present, it must be in good working condition or it could prevent the sling from working properly. Slings and their end fittings that do not pass safety inspections should either be destroyed or sent back to the manufacturer for further evaluation and possible repair. Never attempt to do the repairs yourself. Damaged slings and their fittings should never be used in any lifting situation. Web slings, Tuflex round slings, and wire rope slings cannot be repaired. However, undamaged end fittings and attachments can be returned to the manufacturer for possible reuse. Chain and wire mesh slings can be repaired by the manufacturer. We recommend that any reused parts or end fittings be proof tested and certified. If you follow the guidelines in this presentation, not only will your lifts be more effective, but much safer, and the life you save may be your own. هذه حاجة مفيدة جدا إن إحنا نعرف عن الأمور حقة السلينجز ديت. هنجي هنا على حسابات بسيطة. أنا اخترت لكم حسابات بسيطة لأنه الكورس يعني نوعا ما عايزين أكبر استفادة ممكنة. هنقوم نحسب هل السلينج حقنا مناسب لحمل حمولة بهذه الصورة ولا لا؟ زي ما أنت شايف عندك في الصورة الحمولة بشكل مربع، ودي عندنا الروبس حقة السلينج هتشيل لي يعني فوق. يهمنا هنا المعلومات. المعلومة الأولى الـ SWL اللي هي A Safe Working Load حقت كل حبل أنا حقوم أستعمله. خلينا نقول كلمة سلينج، حقت كل سلينج أنا حأستعمله لازم أعرف الـ SWL ده بكون موجود في التاج اللي مركب فيها. دي واحد. ثاني حاجة لازم أتعرف على وزن الحمولة اللي هو الوزن الكلي. لازم أتعرف على الطول حق السلينج أو الستراب من الحمولة إلى الكونكشن حق الهوك، تمام؟ سميناه L. وبعدين لازم أعرف المسافة من الحمولة إلى الهوك، المسافة العمودية من الحمولة إلى الهوك. طريقة الحسابات حقة الحاجة، طبعا احنا هنا بنقول شنو؟ هنا احنا بنقول ده اسمه الحمل
on 90 degrees. طبعا يختلف الحمولات باختلاف الزوايا. ده الحمل كده. تمام؟ يلا بنقول شنو؟ بنقول انه الطول L اللي هو اللينكث حق الستراب بضربه في الارتفاع. الطول ده ضرب ده بيديني ناتج. خلينا نسمي الناتج ده كيو. الكيو بضربه في نصف الوزن حق الحمولة اللي أنا هقوم أشيله. الشيء ده بيديني الإجهاد على كل ستراب أو على كل سلينج. وبعدين بقوم أقارنه بال SWL حق كل سترينج. أوكي؟ يلا مثال بسيط. إذا أنا كان عندي حمولة 12,000 باوند وطول السترينجز اللي أنا هستعمله طول كل واحد منهم 6 فيت والارتفاع هو 4 فيت وقال لك إنه حمولة السترينجز SWL بتاعه عبارة عن 10,000 باوند. حسابات بسيطة. الطول قسمة الارتفاع 6 تقسيم 4 1.5 أضربه في نصف ال 12,000 تمام؟ جابت لي 9,000 باوند. والله يا أخ 9,000 باوند أقل من العشرة 10,000 عفوا هنا دي يفترض أن تكون 10,000 عفوا 10,000 بتديني على طول انه الوزن ده السترينجز دي بتستطيع انها تشيل الوزن ده. الحموله امنه. اوكي الحموله امنه. فده حساب مبسط جدا جدا جدا. يلا مرات الزاويه بتكون 65 مرات بيكون 45 مرات بتكون بالصوره دي عندي حبل هنا وهنا فدي كلها عندها حسابات خاصه بها. لكن انا بس اخترت دي على اساس انها تكون مثال لينا. Right. Moving on into crane safety. الكرين اللي هي الرافعات. الرافعات اللي احنا مفروض نعرفها يعني 11 نوع. ال 11 نوع دي المقسومين ما بين نوعين. اما تكون موبايل متحركة يعني انه البلاتفورم حق الرفع نفسه متحرك او انه يكون البلاتفورم ده مثبت اللي هو يقوم يعمل عملية الرفع. تعال يلا نشوف ال 11 نوع دي اسمها حيكون ايه. نبدأ أول حاجة بالمتحركين. نمرة واحد عندنا الكاري ديك كرين. الكاري ديك كرين دي صغيرة حجمها صغير. أوكي كويسة جدا لما إني أنزل أوزان في يعني أماكن صغيرة ويلا في نفس الوقت عندها مقدر إنها تعمل روتيشن 360 درجة. عندها المقدرة ان هي تعمل كده. في نوع من انواع الكرينز ما عندها المقدرة انها تلف 360 درجة اثناء عملية الرفع. وطبعا لانه حجمها صغير فالست اب حقها سهل اللي هي شايفة دي. تمام؟ هي متحركة. الشخص بيكون راكب هنا بيقدر يسوقها يمشي اي مكان هو عاوز. اوكي؟ وفي نفس الوقت بتحرك الماتيريالز وعندها المقدرة انها تلف 360 درجة. دي الرافعة بتاعتها اسمها الكاري ديك كرين. عندنا نوع تاني اسمه الكرولر كرين. تمام؟ الكرولر كرين تسمى التراك فيكل. ما عندها عجلات لكن بتشبه التانكس تشبه الدبابات. عندها التشين دي. تمام؟ مفيدة جدا في عمليات الكونستركشن في الأماكن اللي فيها رمل أو اللي فيها أرضية غير مستوية تماما لأنها بتتحرك فيها فالتشين بيرفع العجلات الصغيرة وفيها تشين لافة فلو في أي حاجة بيرفع شوية من هنا ويرفع شوية من هنا وينزل شوية من هنا هي بتكون ثابتة. البودي حقها ثابت. تمام؟ دي اسمها الكرولر كرين فبتستعمل في هذه الأماكن. عندنا النوع الثالث اسمه الفلوتينج كرين. كلمة فلوتينج معناتها يطفو صح؟ معناتها شنو؟ دي الرافعات اللي احنا بنستعملها في الأماكن اللي فيها مياه كثير.
زي شغل المينا, أماكن البترول الأوفشور, شكلها بهذه الصورة. ما عندها أي مشكلة تكون شغالة في الأماكن دي. Right. Projects in the sea. زي الأويل ريجز برضو في السي والحاجات دي. عندنا الرف ترين كرين, اللي هي الترين حقة اللي هي الكرين اللي بتشتغل في الأماكن الوعرة. بيكون شكلها بهذه الصورة. كرين قوية جدا. تمام. عجلاتها بتتحرك في أماكن وعرة ما عندها أي مشكلة. تمام. عجلاتها دائما ربر. وبتشتغل بنظام الفور ويل درايف. اوكي. فدي رافعه مفيده جدا في الاماكن دي. عندنا التروك ماونتد كرين, زي اللي احنا بنقول عليها يعني لما تكون واحد عنده عربيه بايظه بيقوم بيجيب عربي بيقوم يجيب رافعه انها تشيل له, شكلها بيكون بهذه الصوره. تمام. فدي بتستعمل لرفع الاشياء اللي بتكون بسيطه في موقع العمل. دي اسمها التروك ماونتد كرين. ايضا هي نوع من انواع الموبايل كرين, يعني هي بتتحرك من مكان لاخر. نجي بقى على الفيكست الثابتين, الكرينز الثابته. عندنا البريدج او الاوفر هيد. البريدج او الاوفر هيد كرين دي عباره عن كرين عندها كانها جسر وعنده رجول مثبته. في منها نوعين, الجانتري والجيب. أولاً شكلها بهذه الصورة. تمام؟ بتكون بيرفع الحاجة والحاجة بتتحرك من هنا لهنا. أوكي؟ يعني يمين يسار وهكذا. تمام؟ ده شكل الكرين من النوع دوت. اللي على يدك اليسار ديت دي اسمها الجانتري كرين. اللي على يدك اليمين اسمهم الجيب كرين. تمام؟ الجيب كرين. بهذه الصوره بيكون عندها جزء واحد مثبت في يعني هكذا ارض, والجزء اللي من هنا ما بكون فيه اي حاجه. فده العضو بتاع اللي هو بيتحرك وفي نفس الوقت بيقوم يرفع, يعني السلينجينج بيبدا من هنا. اوكي. دي اسمها الجيب اوفر هيد كرين. عندنا البولك هاندلينج كرين اللي هي بتتعامل مع الاجسام الكبيره, لكن الجسم نفسه ما بكون يونيفورم زي الرمل والحاجة دي, بتكون كماشة يكمش في الشيء ويشيله. فدي اسمها البولك هاندلينج كرين, زي الجراب يمسك كده ويشيل. دي اسمها البولك هاندلينج كرين. طبعا برضو بتتحرك 360 يعني بتلف كاملة بهذه الصورة. فدي الأنواع بتاعة. أشوف حتى دي نوع ضخم جدا جدا, دي اللي بتستخدم في مثلا أماكن حقة السيارات لما يكون في تشليح سيارة عدمت, فلما يشيلوها بشيلوها بالحاجات دي. مرات بيكون فيها ماجنت مغناطيس بيساعد على عملية الرفع نفسه, وده أيضا نوع منها بيشيل الجرافل. عندنا بعد كده الهامر هيد كرين, دي الكرينز ضخمة جدا. تمام. شكلها بيكون بهذه الصورة. تمام. وبتستخدم في أماكن العملاق, يعني المشاريع العملاق, يعني حتى فيها بلاتفورم إن يكونوا في الأوبريترز يكونوا موجودين عندك فوق هنا وكل حاجة. تمام. فدي اسمها الهامر هيد كرين. عندنا بعد كده الستاكر كرين. الستاكر كرين دي بتستخدم في الوير هاوزز, عايزين نرفع شوية حمولة نحطها فوق نحركها شوية وهكذا, يعني بهذه الصورة. شكلها زي الفورك ليفت, لكن طبعا هي لأنها كرين مثبتة وعملاقة جدا, فبتستعمل في الأماكن دي. شكلها بهذه الصورة. عندنا الآخر, عندنا التلسكوبيك كرين, وسميت بالاسم ده لأنه البوم حقها او الارم بتتحرك لقدام, يعني ممكن الكرين نفسها يحصل لها استطالة لقدام. فدي اسمها التلسكوبيك كرين. It's highly adaptable. تمام. To a variety, يعني عندها تكيف, ممكن انك انت تكيف على موقع العمل اللي انت شغال فيه. دي اسمها التلسكوبيك كرين.
عندنا بعد كده التاور كرين اللي هي الأشهر فيهم جميعا، أكيد إحنا كلنا شفناها، اللي هي الكرينز اللي بيساعدنا في عمليات بناء العمارات العملاقة، دي اسمها التاور كرينز. يلا عايز أوريكم فيديو سريع كده عن إيه اللي ممكن يحصل لو إحنا اتعاملنا مع الكرين بصورة خاطئة. يلا هنا ده نوع آخر من أنواع الاستهداف، ما عملوا تخطيط للأوتريجين للأوزان فجأة واحد. يلا خطأ في ثاني صح؟ لكن أكد إن البلانين كان سيء جدا. يلا نفس المشكلة، الكرين بدأت تتحرك والحمولة موصلة عليها، ما عارفين إنه الحمولة هي أكبر من الكرين. I got this on video. We have a video. Let's go. Come on, let's go. يلا دي التاور كرين. طبعاً واقعة لأي مشاكل في الهواء، تمام، مشاكل كتير. تثبيت الارضيه اللي هي فيها، او حتى مرات الكاونتر ويت او الكاونتر بالانس ويت يكون خاطئ، فجاه الكرين تجي واقعه على طول. هذه الكرينز الضخمه عايزين ننزلوها دائما بتحصل مشكله. لاحظ معي هنا، انا عايزك تشوف الحاجه هنا، السفينه دي عشان يشيلوها ينزلوها بيحتاجوا مرات لتو كرينز. الحاله دي ما فيها مشكله انه يكون في تو كرينز اوبريتنج وان اوبجكت، لكن اذا انا هستخدم تو كرينز معناته شنو؟ معناته لازم يكون عندي ليفل عالي جدا من الكووردينيشن ما بين التو كرينز. هنا واضح انه حصل خلل في الحكايه دي، فشلت الكرين دي على طول. بين اوفر صار. ودي اشياء خطيره جدا انها تحصل في موقع العمل، ناهيك عن انك خسار حد. نفس الشيء هنا عايزين يحركوا حاجه. تو كرينز، واحد فيهم يحرك من الجهه والثاني من الجهه، ادوا الى فصل الشيء اللي هم كانوا قاعدين يحركوا فيه. ويلا لانه الربط كان خاطئ، بدا الجسم يتحرك، هنا اصبحت خلاص العمليه غير امنه تماما. على طول حصل بالانس خاطئ على طول الوضع. يلا زي ما انت شايف في الصوره هنا الاخطاء اللي بتكون حاصله لما انت تشوف الحاجه اللي هي طالعه من الكرين دي احنا بنسميها الاوتريجر. الاوتريجر ده بيتعمل عشان يعمل بالانس ويثبت الكرين في الارض زياده، ففي حسابات معينه للاوتريجنج. لو انت تشوف معايا الخطين اللون الابيض في الاوتريجر ديل، الخطوط دي بتهمني ان انا بحسب من عندها المسافه حقه الاوتريجنج على اساس ان انا اعرف البالانس اللي انا بعمله لل ال 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 الكرين نفسها اثناء عمليه الرفع. يحسب لي مسافات. هذا رافع. المعدات كسرت بسبب خطأ في السلينج اللي هو كان موصله، لكن السلينج اتقطعت كلها. نفس الشيء هنا، تخطيط خاطئ على طول الكرين وقعت. شوف انهارت تماما. شوف الخسارة، على بال ما يرجعوا الحاجة دي، على بال ما يسمنوها دي، يلا خسارة كبيرة جدا فقط بسبب أخطاء في عملية الرفع. Right. تعالوا
اكتفي باللي احنا شفناهم. احنا في النهايه بس عايزين نوضح الكونسبت حق انه improper planning, if you fail to plan, okay, prepare to fail, على طول اتوقع انك انت هتفشل على طول. العمليات دي على الرغم من انها تظهر للناس على اساس انها عمليات بسيطه وواضحه, ما هي دي حموله يلا نلفها يلا نشيلها, لا, الاشياء دي اشياء مهمه جدا, فلا بد علينا ان احنا نعمل planning before startup. تمام, فمن البدايه بالنسبه للكرين لازم اتاكد الكرين واقف فوق ارضيه شكلها كيف, هل هي ارضيه ثابته, هل الكرين حتكون ثابته اثناء العمليه دي ولا لا. ثاني حاجه الارتفاعات نفسها هل فيها اي خطوره, باور لاينز يعني اسلاك حقت كهرباء مثلا, حاشيل الحموله من هنا وحقوم الف واجيبها هنا, طب المنطقه اللي انا لافي فيها دي هل فيها اي اسلاك, هل فيها اي اشجار, هل فيها اي عمارات او اي حاجه, لازم انا اكون عارف. تمام, وفي نفس الوقت لازم اعرف الكاباسيتي حقت الكرين حقتي هي بتتحمل قد ايش. وثاني حاجه الليميتيشنز اللي موجوده في الكرين اللي انا شغال بيها, هل فيها مشكله في المنطقه دي, هل فيها مشكله مع الحموله دي, هل فيها مشكله في انها تتحرك, هل انا هحتاج لكرين انها تمد ذراعها لفوق, فدي كلها لازم انا اكون عارفها. تمام, وايضا لابد اني انا قبل عمليات الرفع اوري جميع العمال اللي هم شغالين في المنطقه انه في عمليه رفع حتتم. دي شيء اساسي جدا اساس انه ما يكون الناس ما عارفين ايش اللي حاصل. ومنطقة الرفع نفسها لازم أعمل لها باريكيشن, إني أنا أعمل لها حواجز, الحاجة دي ضرورية جدا في عملية الرفع. ولابد إني أعمل صيانة وإنسبكشن للرافعات حقتي قبل ما أنا أبدأ عملية الرفع. تمام, وفي نفس الوقت لازم أحدد للناس المناطق الآمنة عشان يتحركوا فيها, في نفس الوقت أعزلهم عن المناطق الخطرة, إحنا بنسميها الريد زون, منطقة الرفع المناطق اللي بتكون تحتها احنا بنقول عليها الريد زون او الديد زون, انه ما في شخص يدخل المنطقة دي, اوكي, ما في اي عمليات ولا في اي اليات ولا في اي شيء بيكون تحت المنطقة دي. يلا المنطقة دي بتشمل شنو؟ بتشمل منطقة الرفع وبيضاف عليها توقعاتهم للسوينجينج حق الحمولة, وفي نفس الوقت الدايركشن اللي الحمولة حتلف به. فكل المنطقة دي بتكون منطقة خطرة أو منطقة ممنوع إنه شخص يدخل فيها, لابد إنه المناطق دي تتعلم وتكون واضحة جدا. تمام, وما ممكن أنا أسمح لأي شخص to operate أي نوع من أنواع الكرينز اللي أنت شفتها ما لم يكون شخص certified بإنه يسوق الكرين دي أو يتحكم بها. لازم يكون شخص مدرب تدريب جيد جدا عليها, وفي نفس الوقت تدريب نظري وعملي, يعني مش انه بس مذاكر, لا, لازم يكون عارف هو بالضبط بيعمل ايه. تمام, ايضا الشخص اللي بيتعامل مع الكرين والشخص اللي واقف برا بيوريه وين يحرك الاشياء اللي احنا بنقول عليه سبوتر, الاثنين ديل لازم ما ينزعجوا بأي حاجة, never distract them, هم مركزين سوا ومركزين مع الحمولة اللي هم شغالين بها لحد ما ينزلوها الأرض أو يحطوها في المكان اللي هم حاطين اللي يعني هم ناويين يضعوا فيها الحمولة. فأثناء العملية دي أي distractions لهم بتأدي إلى كوارث. يلا دي بعض الـ movements أو الحركات اللي بيقوم يسويها للسبوتر أساس إنه يورينا. لو أنا عايز الكرين أوبريتر يرفع لفوق, أرفع له يدي وألف بهذه الصورة clockwise أو يعني counter clockwise, لكن يفضل إنها تكون counter clockwise بهذه الصورة كده. يلا معناته شنو؟ أرفع أنا عايزه أنزل يدي وأعمل بهذه الصورة, عايزه يبعد أعمل له بهذه الصورة, يجيب لي كده بهذه الصورة اللي هو trolley travel. تمام, هنا عندي stop, أوقف يدي أحركها بالصورة دي, emergency stop, يدين اثنين بهذه الصورة,
multiple trolleys, أنا عندي trolleys اثنين شغالين, برفع يدي بهذه الصورة. عايز أي حركة slowly, أرفع يدي اليسرى وبعدين أعمل الحركة اللي أنا عايزة. كده معناته slowly, slowly, slowly. تمام؟ هنا الكرين أوبريتر نفسه بيقوم يرفع يديه بهذه الصورة لما يحاول يوري الناس إنه خلاص أنا ما رايح أعمل أي حاجة. Operation has stopped. Okay. Right. طبعاً never ride the load. ما في شخص ممنوع أي شخص إنه يطلع يركب فوق الحمولة. الكلام ده ممنوع. الحاجة دي ممنوعة منع بات. إنها خطيرة جداً وبتسوي لنا مشاكل. وطبعاً قلنا ما في أي شخص يكون أسفل الحمولة. وطبعاً لابد إحنا نراقب الحمولة جيداً أثناء عملية الرفع بحيث إنه في أي حاجة فيها ممكن تجي واقعة أو ممكن تنفصل عن الحمولة أو إن الحمولة بدأت تتحرك. فدي كلها حاجات لازم يتم التنبيه إليها. ولابد علينا إنه إحنا نعرف إذا الحمولة حصل فيها أي مشكلة وجات واقعة لازم يكون عندنا مكان نمشي إليه. وفي نفس الوقت يعني أثناء ما أنا بعمل دايركشن للحمولة الموقع اللي أنا بكون واقف فيه ولازم يكون موقع جيد. تمام؟ يعني الحمولة دي أثناء ما هي نازلة أنا لازم أكون واقف في مكان آمن بالنسبة لي. وطبعاً make sure إنه الكرين أوبريتر قرأ جميع الدوكيمنتس اللي موجودة في الكرين زي المانيوال حق الكرين اللي عنده علاقة باللود كاباسيتيز والأوبريتنج سبيدز, أيضاً السرعة اللي هو مسموح إنه يحرك بها الحمولة. تمام؟ وأيضاً إذا في أي special hazards and warnings كل ده موجود في الأوبريتر مانيوال, لازم الأوبريتر يقراه ويشوفه. دي حاجة مهمة ولازم يكون موجود بالنسبة له. وزي ما احنا قلنا إذا في أي توصيلات كهربائية زي الأوفرهيدز ولا اللاينز ولا الأشياء دي you need to stay clear from الأشياء دي at least 10 feet 10 أقدام as per OSHA standards. في حد عنده أي سؤال؟ Any questions so far? I have a video. حنشوف إن شاء الله عن ال hoisting inspection. A video informative جدا ممكن يورينا عملية ال hoisting دي كيف ممكن إحنا ننظر لها من ناحية آمنة. Operational hoist inspection. Every operator should do a pre-operational hoist inspection at the start of every shift to ensure they're operating a safe unit. First thing I want to do is come over and look at the warning labels. Every hoist should have a warning label, which is the do's and don'ts of using the hoist. Be sure that the warning label is not an out-of-service tag. If it is an out-of-service tag, we do not want to operate this unit until it is fixed by proper maintenance. The next thing, let's look at our pendant. Be sure that the pendant doesn't have any cracks. We don't have any loose wires or frayed wires. The buttons are properly labeled up, down, and everything looks okay on this pendant. Once that I deem that is okay, I'm going to operate the unit. I'm going to press the up button and the hoist should go up. I'm going to press the down button and the hoist should go down. If the hoist doesn't do exactly what was labeled on the pendant, we immediately remove the hoist from service and we do not use. يعني لو في اي زر قال لي ضغط اي زر وما تحرك الحركه اللي هو متوقعها على طول الهويست دي ما ينفع انه. Next thing we want to do is inspect our hook, ensure that the latch is present and operating properly. We always need a latch on our hoist hooks. If the only time we don't need a latch, if it constitutes a hazard. Take a look at our hook carefully. Look for any heat damage, look for any stretch, look for any excessive wear, nicks, gouges, anything that's causing us concern, we don't want to operate the hoist. Look at the pin, is it properly secured to the chain? And can my hook rotate freely, relatively easily? I'm going to continue on with my inspection. I'm going to run my hoist hook all the way up and I'm going to also listen for any unusual noises. I'm going to look for any oil leaks in the hoist. Be sure it's mounted properly.
the chain is entering properly, it's properly reeved. And I'm not hearing any unusual noises, which is a great sign that this is a good hoist. And my limit switch is just kicked out, which ensures I have a proper running limit switch. Next, I'm gonna run the hoist down. Again, listening for any unusual noises. As our hoist hook is coming down, let's do a link by link inspection of our chain, looking for nicks, gouges, cuts, abrasion, wear, heat damage, weld splatter. Anything that's gonna cause me concern, I'm gonna take out of service. And my lower limit should kick in. There you see the power is kicked out. My lower limit switch is working properly. And I don't see anything wrong with my chain. Next thing I wanna do is check out brake function. And I wanna take at least a 50 pound load per strands of chain. So if I have a single هنا لما نيجي نعمل الفحص حق البريك ما بنعمل الفحص حق البريك والتشين او السلينج ما فيها حموله لازم يكون فيها حموله وعندها حسابات strand it's 50 pounds two strands 100 pounds three strands 150 pounds I have a single strand of chain here so I want to lift chain, 50 يعني pounds chain. Or more to check the brake function 100 pound كفايه move my weight into position على البريك بتاعه اللي هو الامرجنسي ستوب And I'm just going to raise my weight slightly stop the hoist and observe I don't see the load moving at all I don't see it drifting downwards that ensures me the brake function is operating properly Lower it back down and remove your hook from your test weight. Lastly, just look around your work area for any housekeeping hazards. Ensure you can operate in this nice, safe, clean environment, and then you don't have any trip hazards to worry about. It's that simple in doing a pre-op. نفس الحاجة بالنسبة للأسطوانات اللي كنا بنتكلم عنها earlier. شايف الأسطوانة بتكون موجودة في مكان بعيد عن الأماكن حقة المشي والحركة حقة الناس والآليات تكون في وضعية upright اللي هي عمودية دي أو يعني كده تمام وفي نفس الوقت لازم إنها تكون مربوطة بحيث إنه نمنع سقوطها دي كلها حاجات مهمة جدا يا ريت لو كان الورش دائما إنها housekept بالصورة دي دي حاجة بتساعد كتير جدا في العمل اوكي وزي ما انت شايف هنا كل حاجه عندها يعني اي بولت او اي مسمار كذا لازم يكون موجوده في الليبلز او مكان مخصص لها دي كل اشياء بتساعدك في الورشه انه الورشه تكون هاوس كيبت وما يكون فيها اي مشكله وما يكون فيها operational hoist inspection hoist inspection Okay. All right. هنا احنا كده وصلنا لنهاية الكورس بتاعنا. Again, أنا بسألكم إذا في حد عنده أي سؤال لنا ولا أي حاجة before we finish. All right. Anyone has a question? You need to ask me about anything? All right. Okay. أسيبكم إن شاء الله لحد بكرة وإن شاء الله بكرة رايح نتلاقى في نفس الوقت وحنتكلم on day 5 اللي هو الفاينل day حق الكورس بتاعنا I do believe إنه أمس الدكتورة آية في الواتساب جروب رفعت التريننج بتاع day 4 موجود already عندكم إن شاء الله يا إما اليوم أو بكرة إن شاء الله رايحين نرفع عليكم day 5 training course try to be safe And good luck, inshallah. See you tomorrow. All right.